رجعنا معكم مرة جديدة عم كمل بالمنو. طبعا اللي عم اشتغله انا حقيقة ما هو منو، هو بداية ويب سايت كامل عم نشتغله ويكون كتير منظم وجميل. وصلنا بالنهاية لانه نحن عملنا الاباوت والبيوغرافي المنو، لما نحن رح نكبس عليها رح يبقى عندي شيء اسمه الفوكس. بعدين عملنا ستايلينج للقائمة المنسدلة وكيف انه نحن نقدر نعطي لينكات هون وتكون موجودة بهالطريقة الجميلة، تمام؟ بعدين عملنا وتعلمنا كيف نعمل نحن ستايلينج للمنو، نحن نعطي خلفية او جريديانت، وكيف اقدر اغير الصورة هون وحط لوجو، واكيد ما نسينا شيء اسمه الـ SEO Search Engine Optimizer. وعملنا هذا الشكل الجميل هون يلي هو الشادو. تغيير صغير بس عن الدرس الماضي عملته، هو نحن كنا حاطين هذا الشادو بهالطريقة، وانا بالنهاية كنت بدل هذا الكود كاتب جري بهالطريقة. لما رح اعمل ريفريش رح نلاحظ انه هذا الجري صار غامق. انا بدلت هذا الكود بس، رجعوا على الكود الاخير بدلته ب RGBA، هدول القيم الاربعة يلي هن Red Green Blue، بالاضافة لهي الالفا تشانل. الالفا تشانل هي يلي بيعطيني الشفافية للون. عم بعطي انا هون اللون 0.00 يعني اسود، والشفافية هي 0.3. ليش بدي اعمل هذا الشيء؟ رح بعمل سيف وبعمل ريفريش، رح تلاحظوا انه الشفافية خفت. هذا الدرس مثل ما قلت لكم رح يكون كيف اني اعمل انا القائمة هي تكون ثابتة بالاعلى. اذا حاولت انا اعمل حاليا سكرول لتحت رح نلاحظ كيف القائمة عم تختفي. طبعا مثل ما شايفين انا عملت تكست كبرته لحتى اقدر انا احصل على سكرول، ما في اي شيء مخفي عن الدروس اللي درسناها من قبل، مجرد اني انا عملت هون div اسمه all text، حطيت للتايتل يلي شايفينه هون، بعدين حطيت الصورة، تمام؟ بعدين ضفت div جديدة اسمه evil من evolution، واخدت هون التكست، بنص التكست انا حطيت الصورة تبع التايجر يلي عم بتشوفوها هون وعطيتها width 500، تمام؟ ما في اي شيء مميز. اذا شو بدنا نعمل هلا؟ بدنا نخلي هاي المنو sticky بالطريقة التالية. رح اروح على ال css وروح على المنو، بتتذكروا المنو هي اللي كانت تحتوي كل شيء. رح اكتب بالطريقه التاليه، رح انزل هون شوي لحتى تشوفوا، طبعا مو ضروري هيك يكون نازل، ولكن لحتى تقدروا انتم تفرقوا عن الكود اللي كنا كاتبينه من قبل بال CSS لحتى تقدروا تفرقوا عن الكود اللي كنا كاتبينه قبل بال CSS واللي رح نكتبه عن جديد. اول شغله بدنا نعملها انه نعمل البوزيشن فيكست، يعني البوزيشن ثابت. مثل ما شايفين حاليا مجرد اني عملت هيك كل شيء اختلف، هاي هي انتهى الموضوع. ولكن لحتى اتاكد انه كل الامور عندي ظابطه رح اعمل ليفت كمان صفر والتوب كمان صفر، لحتى اتاكد انه انا بكل البراوزرات هي المنيو رح تبقى بالاعلى وعلى الليفت مثل ما شايفين. اذا ملاحظين هون الشادو كيف عم يكون موجود، هاد مشان هيك عملت انا هاي الالفا تشانل الشفافية. طبعا لحتى يكون عندي كمان انا اتأكد انه كل البراوزرات عم تشتغل صح، لح اخد البوردر توب واعطيه صفر اكيد. ليش؟ لانه بعض البراوزرات بتاخد حتى لو ماني حاطط انا بوردر، ممكن هي تحط لي هون بوردر او المقصود فيها الحواف، لذلك انا رح حاطه صفر. اوكي، كمان مشان براوزرات تانية متصفحات تانية ممكن هذا التكست اللي عم تشوفوه هون يطلع فوق المينو، لذلك لحتى اتأكد انه ما يطلع فوق المينو رح اضيف كمان تعليمة جديدة اسمها زد اندكس، احفظوها بالشكل التالي، ولح اعطيها قيمة 100. شو هي المية؟ هي مثل اللايرز بالفوتوشوب، اللايرات او الطبقات بالفوتوشوب. لما يكون عندي انا طبقة فوق طبقة فوق طبقة، انا هون عم احط المينو على الطبقة رقم 100 لحتى اي شيء بحطه بالتكست او بالصور او بالكونتنت للموقع كامل ما يطلع فوق المينو. اختلاف صغير صار هون اني انا ما عملت البوزيشن تبع المينو فيكست، فهو اخذ الويب سايت هذا الكونتنت اللي موجودة هون وبدأوا من البداية، لذلك انا بدي روح لا ارجع على HTML. رح تلاحظوا انه هون المينو عم تخلص اللي هي النافيجيشن، ولح يبدأ بعدها الديف يلي بتحتوي على الكونتنت يلي انا هون سميتها all text. رح اروح على CSS وروح على all text يلي موجودة عندي بالنهاية، بمجرد اني انا اضيف margin top واعطي قيمة
معينة، لنقول مثلا 70 بيكسل. إذا بتتذكر المنيو كانت عنا 60 بيكسل، لذلك 70 بيكسل رح تنزل لي إياها بهي الطريقة. لهي المرحلة انتهى عندي قسم كبير من إني كيف اشتغل المنيو. بدرس جاي لح أخذ أنا كيف أقدر أعمل سب منيو. يعني عندي أنا هون بيوغرافي، لح أنزل للإنديزاين، وبعد الإنديزاين لح يكون عندي كمان سب منو تانية. لذلك تابعوا معي وخلينا نبدأ بهي الدروس لحتى نوصل لموقع كتير جميل.